السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقائي، قبل أي شيء أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما هو جديد في القناة. تحديد موعد إطلاق الدفعة الخامسة من إعانة الحماية الاجتماعية. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موعد إطلاق الدفعة الخامسة من إعانة الحماية الاجتماعية، وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه بناء على توجيهات وزير العمل عادل الركابي ستقوم هيئة الحماية الاجتماعية بإطلاق الدفعة الخامسة من الحماية الاجتماعية يوم الخميس المقبل. وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي دعا الثلاثاء 30 تموز 2020 إلى الإسراع بحسم طلبات الاعتراض لمستحقي إعانة الحماية الاجتماعية.